لتركيا ولمجلس أمنائه ونوابه وهؤلاء الإخوة الكرام لنشكر الله أولا وأخيرا على هذه النعمة العظمى، لأن هذه النعمة علينا جميعا. وإنني أقول هنا وأستشهد بقوله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد جاءت هذه الآية في قصة عظيمة خطيرة جدا هزت أركان الدولة الإسلامية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الإفك، ولكن الله سبحانه وتعالى حولها إلى الخير، حولها إلى الخير من كل الجوانب. ومن أهم هذا الخير أنها نزلت سورة النور وسورة الأحزاب لتنظم المجتمع الإسلامي في 60 نظاما وحكما. واليوم أنا من هذا المنطلق، وأنا لا أشك في أن حضراتكم وعلى رأسكم فخامتكم لديكم هذا التفكير، لكن نؤكد بتنظيم هذا البيت العظيم، البيت التركي، عسكريا وسياسيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا على أسس حقيقية. وقد شهدت وسمعت كلامكم الطيب في المظاهرة 5 مليونية، قلتم بإذن الله تعالى سنعلم الأمة الحلال والحرام وسنبني الشباب على أسس سليمة. هذا الذي أنا أدعو إليه. 62 نظاما بعد حادثة الإفك، وأريد مجموعة كذلك بهذا المستوى من القوانين لترتيب الداخل والخارج، وبخاصة في مجال الفكر. لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يحارب الفكر إلا بالفكر الصحيح. لا إفراط ولا تفريط، نحن ضد الإفراط وضد التفريط، ضد أن تعبث بنا الأهواء. وهذا يتطلب، يا فخامة الرئيس سامحني شوي أطول قليلا، بأن نهتم بصناعة هذا الفكر من خلال مراكز بحثية متخصصة لترتيب مشروعات عملية من الروضة إلى الدراسات العليا لبناء 5 أسس أساسية: بناء الروح، وبناء العقل، وبناء النفس، وبناء القلب، وبناء القيم، ثم الانطلاقة الكبرى نحو الإبداع. هذه الأمور الستة أنا أطالب بها إن شاء الله. وهذا يتطلب، يا فخامة الرئيس سامحني، بتنظيم المؤسسات الدينية والطرق الصوفية التي نعتز بهما بالجانبين، بحيث يكون هناك مجلس أعلى للطرق الصوفية، ويكون هناك منهم، ولكن يكون هناك برامج ومناهج لعدم تقديس الأفراد، لا يجعلون العلماء أحبارا من دون الله. يكون كلنا بشر، إشكاليتنا لابد، وأنا نكون صرحاء، أن نعالج القضية من أساسها، لا نعطي حبة إسبرين. وأنا سمعت حضرتكم تقول هذا الكلام، قلتم لا أعالج، حضرتكم في أكثر، لا أعالج القضية بقانون أو بإعقاب فقط، وإنما بحل جذري، حل جذري تماما. وهذا يحتاج إلى أمرين: إلى الإزالة والبناء، إلى التخلية والتحلية. وإذا ما عالجنا القضية اليوم، هذا الشيطان موجود، غدا يظهر شيطان آخر، وبعد غد يظهر شيطان آخر، فلا بد من هذا العمل بشكل كبير جدا. كذلك يا فخامة الرئيس، أدعو أيضا أن يشكل وفد من البرلمانيين والعلماء والشؤون الدينية المحترمة جدا، وفد نحن نرتب لهم ونستقبلهم في البلاد الإسلامية حتى يشرحوا قضية هذا الانقلاب ومن وراء هذا الانقلاب وهذه الأفكار الخطيرة
فهذا مطلوب وأطالب، ونحن كلنا بإذن الله تعالى في خدمة مشروعنا الإسلامي، بل مشروعنا الإنساني، بل مشروعنا التنموي، بل مشروعنا الحضاري. هذا مشروع حضاري في تركيا يبني الأمة ويخدم الإنسانية جمعاء. نحن كلنا معكم بإذن الله تعالى، والله معكم قبل كل شيء. وقد سمعت من حضرتكم كلاما لا يمكن أن أنسى، حينما قلت مرة من المرات دائما أنا أقول إن معي ربي سيهدي. المعية وأنت تكون مع الله، الله معك وأنت تكون مع الله، ربي لن يضيعك. والله يا فخامة الرئيس، ليلة الانقلاب أنا كنت هنا في أسطنبول في تركيا، ولما وصلنا الخبر جمعت أولادي وأحفادي الصغار وقلنا أنتم إن شاء الله ندعو، ودعونا وقلت يا أولاد والله لا أشك في أن هذا الانقلاب فاشل وأن الله ينصر أستاذ أردوغان والحكومة والشرعية. قالوا كيف؟ قلت مستحيل، 7 ملايين مظلوم يدعون هنا من السوريين واليمنيين والعراقيين والمصريين ولا يستجاب دعاهم، وخاصة في الثلث الأخير. قلت يا جماعة والله دخلنا الثلث الأخير وانفرجت. ونحن كاتحاد العالمي تشرفنا بأننا أول مؤسسة الساعة 1:10 أصدرنا بيانا بأن هذا عدوان، هذا بغي، هذا ظلم، هذا غير جائز، وأرسلت البيان إلى أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد قرمز. مهما فعلنا نحن ما فعلنا إلا لإيماننا بأن هذا مشروعنا. فبارك الله فيكم وحفظكم، وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له، سميت يا ربي، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابي أو علمت أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا، وأن تحفظ تركيا وجميع بلاد العالم الإسلامي من كيد الكائدين وشر الحاسدين وحقد الحاقدين. آمين آمين. وأن تحفظ هذه الحكومة وتوفقها وتهديها الخير والعدل والصواب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحني إذا كنت خطأ. Sayın Karadağ'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin kıymetli temsilcileri, çok değerli kardeşlerim. الحضور ممثلو الجمعيات الأهلية في العالم الإسلامي، أحييكم بأجمل وأحر التحيات. Ülkemize ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Ahlen ve sehlen bikum fi el kasr el reasi ve fi el cumhuriye el Türkiye. Entum el ulema ve ashabu el ra'i ve ikhwatina fi el alam el islami. أفتخر وأعتز بهذه الاستضافة لكم من شتى بقاع العالم الإسلامي. هذه اللوحة، لوحة الإخوة التي تبرزوها
في هذا اللقاء أشكركم فردا فردا. في الآونة الأخيرة والعمليات الإرهابية التي نشهدها في الآونة الأخيرة، أريد أن أقول لكم بأن الجمهورية التركية على الرغم من اختلاف أسماء التنظيمات الإرهابية، ولكن الجمهورية التركية الآن مستهدفة من قبل هذه التنظيمات الإرهابية. قام تنظيم فتح الله جولان الخائن باستهداف الجمهورية التركية في ليلة 15 تموز، وبفشل هذا التنظيم بقيامه بهذه العمليات الإرهابية، تناوبت التنظيمات الإرهابية الأخرى على القيام بالعمليات الإرهابية. العديد من قوى الأمن الداخلي وأفراد القوات المسلحة وأفراد الحماية في مدننا وقرانا نتيجة هذه العمليات الإرهابية من تنظيم PKK الإرهابي. في العمليات الأخيرة كان هنالك 5 أفراد من قوى الأمن الداخلي و2 من المواطنين الأبرياء و45 مواطنا جرحوا في ولاية ديار بكر. واليوم في ولاية وان والعزي وبتليز كان أيضا شهداء من أفراد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة، وجرحى منهم ومن المواطنين المدنيين. نسأل الله الرحمة والمغفرة لجميع شهدائنا والشفاء العاجل لجميع جرحانا. توجه رئيس الحكومة مع مساعديه وعدد من الوزراء إلى ولاية العزي، على الرغم من أن هذه الولاية تشهد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، ولكن هذه الولاية تحافظ على جسور الأخوة الموجودة بين أطياف شعبنا في تلك الولاية. هذه العمليات الإرهابية الآن أصبحت واضحة لجميع الأيان بأنها تستهدف جسور الأخوة والاستقرار الموجود على شتى الأصعدة في الجمهورية التركية. في الآونة الأخيرة وخلال أكثر من 20 يوما كتب جميع أطياف شعبنا أسماءهم بأحرف من ذهب في المظاهرات والتجمعات من أجل حفظ الديمقراطية والاستقرار الموجود في دولتنا. هذا بالإضافة بأن الجمهورية التركية الآن مستهدفة من تنظيم فتح الله جولان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المتفقة معها. أعد الجميع بأن دماء شهدائنا لن نتركها أبدا أن تذهب هدى، وسننتقم من جميع هذه التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة. تم قتل مئات المنتمين إلى تنظيم PKK الإرهابي، هذا بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3000 منسوب لتنظيم PKK الإرهابي. وتعلمون بأننا مستمرون
في مكافحة تنظيم فتح الله جلان الإرهابي في الآونة الأخيرة. يقولون لنا يجب عليكم أن لا تقوموا بتوسيع جبهاتكم لمكافحة الإرهاب. أقول لهم بأننا مستعدون وجاهزون دائما لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن هذا الشعب بشتى فروعه سواء قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة التركية مستعدة لمكافحة الإرهاب سواء في المناطق الشرقية أو المناطق الجنوب الشرقية أو في أي مكان آخر. والآن يقوم تنظيم بيدي الإرهابي بالقيام بالعمليات في شمال سوريا، إذا ما أيضا شكلت تهديدا وخطرا على الجمهورية التركية، فنحن مستعدون أيضا على مكافحة هذا التنظيم الإرهابي. إن الدول الغربية إلى الآن لم تكن هنالك ردود فعل واضحة، ولم يكونوا صادقين معنا في معاملاتهم واتفاقياتهم. إن مكافحتنا للإرهاب سوف تستمر ولن نتراجع قيد شعر عن اتباع هذه السياسة. وأقول لا يجوز علينا أن نكون أذكياء وكهنة حتى نفهم العلاقة المتينة والوثيقة بين تنظيم فتح الله جولان الإرهابي وتنظيم PKK الإرهابي. وتعلمون جيدا بأن هنالك العديد من القوى التي تريد جر دائرة النار إلى الجمهورية التركية. أقول للجميع بأن الجمهورية التركية يقظة وحذرة وتمتلك إمكانيات وقوة كبيرة على مكافحة الإرهاب داخليا وعلى التصدي لجميع القوى الخارجية التي تشكل تهديدا وخطرا على الجمهورية التركية. إن المحاولة العسكرية الانقلابية الفاشلة في ليلة 15 من تموز، والذين قاموا بهذه المحاولة ظنوا بأن هناك شلل في القوات المسلحة التركية وجميع فروع القوى الموجودة في الجمهورية التركية. هؤلاء ظنوا بأننا فقدنا قوتنا، ومما أدى إلى ازدياد تنظيم PKK الإرهابي لعملياته الإرهابية في العديد من الولايات في الجمهورية التركية. نحن نراقب عن كثب جميع التطورات سواء في تركيا أو في الدول المجاورة. أقول للجميع بأن الجمهورية التركية هي دولة قوية وليست دولة خيمات أو دولة جديدة. نحن نمتلك ولنا تجربة وخبرة واسعة تمتد إلى مئات السنوات. لم نتخذ جميع التدابير والاحتياطات هذه عن طريق الصدفة. لكل تدبير واحتياط لنا هنالك قصة وغاية لنا. إن الجمهورية التركية في مكافحتها للتنظيمات الإرهابية تمتلك تجربة وخبرة واسعة سواء في مكافحة التنظيمات الإرهابية أو التطور والتنمية في شتى الأمور والأصعدة. وتعلمون جيدا بأن مبدأ المصيبة الواحدة خير من ألف نصيحة، لذلك لدينا خبرة وتجربة واسعة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام جميع القوى التي تحاول أن تكون عثرة أمام عجلة تطورنا وتقدمنا. كما تعلمون بأن تنظيم فتح الله جولان والذي تغلغل في مؤسساتنا، ونعتبره بأنه بمثابة فيروز
فيروس قد دخل جسمنا. نحن مصممون على تنظيف وتطهير هذه الدولة من جميع الأفراد ومنسوبي هذا التنظيم الإرهابي داخل الجمهورية التركية. أسأل الله الرحمة والمغفرة لجميع شهدائنا سواء في ليلة 15 من تموز إلى هذه اللحظة والشفاء العاجل لجميع جرحانا وصبر والسلوان لعائلاتهم. السادة السيدات الأخوة الأخوات الحضور، كما قلت قبل قليل بأن الجمهورية التركية في مكافحتها للإرهاب ومراقبتها عن كثب لجميع التطورات الداخلية والخارجية تمتلك تجربة وخبرة واسعة في هذه الأصعدة، ولكن هنالك العديد من المواقف التي نحزن عليها وتأتي في مقدمتها بأن العالم الإسلامي أصبح غير قادر على حل المشاكل والعراقيل التي تعترض هذه الدول. إذا ما تم تقييم الحوادث التي تجري في العالم الإسلامي فإن القاتل هو مسلم والمقتول هو مسلم. إن مشاهدة ومتابعة هذه المناظر الحزينة يجب عليها أن تقوم بتقوية جسور الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن الموجودة بين شتى الأطياف الموجودة في شعبنا. إن هذه الأبيات يقول: إن لم تدخل التفرقة داخل أي مجتمع فلا قوة قادرة على النيل من عزيمتنا أو من قوتنا. إذا ما لم نتخلى عن التفرقة الموجودة بيننا فلا يمكننا حل هذه المشاكل والعراقيل والمصائب التي تجري في هذه الدول. وأقول إن ما شهدته الجمهورية التركية في ليلة 15 من تموز إنما هو خير مثال ودليل على استهدافنا من هذه القوى التي تستهدف العالم الإسلامي. وأقول إن ما قام به الشعب التركي في هذه الليلة قد كتب هذه الملاحم الوطنية وكتب أسماءه بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ. كيف وضع هذا الشعب نفسه تحت الدبابات والعربات الحربية وقاوم بصدور عارية ووقف أمام هذه الأسلحة؟ لا يمكن لأي قوة بشرية النيل من عزيمة وقوة شعبنا وأمتنا. في هذه التطورات الأخيرة يجب على أمتنا وعالمنا تقييم كامل لهذه الملاحم التي كتبها جميع أطياف شعبنا. هذا بالإضافة إن التجمع في ساحة نيكابي إنما هو رسالة واضحة لجميع دول العالم. 5 ملايين مواطن وقفوا جنبا إلى جنب لا فرق بين حزب سياسي وآخر، لا فرق بين سني وعلوي. قمنا بدعوة جميع أطياف شعبنا ونحمد الله على تلبية دعوة جميع أطياف شعبنا. إن في مدينة إسطنبول فقط كانت في هذه الساحة 5 ملايين مواطن. هذا بالإضافة في 80 ولاية أخرى في تركيا كانوا يتابعون هذا التجمع للديمقراطية والشهداء.
أعلم جيدا بأنكم أوفياء وكانت قلوبكم معنا في تلك الليلة. أشكركم فردا فردا على تعاونكم وتضامنكم باسمي وباسم أمتي وباسم دولتي. ولكن أقول للجميع بأنني يجب أن أبرز للجميع بأن هذه المناظر أيضا لا تكفي. قبل قليل كان هنالك هيئة ممثلة عن البرلمان في باكستان، أشكرهم فردا فردا ومنذ اللحظة الأولى سواء رئيس الدولة ورئيس الحكومة، والآن قاموا بإرسال هذه الهيئة لإبراز تعاونهم وتضامنهم مع الحكومة والشرعية الموجودة في الجمهورية التركية. وعندما تابعوا المناظر في مجلس الأمة التركية والتي قام هذه القوى بقصف مجلس الأمة التركي، قاموا باستخدام الأسلحة التي اشترت ب المبالغ المدنية لهذا المبالغ المادية لهذا الشعب، وقاموا بقصف ممثليه في مجلس الأمة التركي. ولكن أقول بأن ردود فعل الدول الغربية نحن نفهمها. إن في فرنسا عندما قتل 15 أشخاص فجميع القادة والزعماء للعالم موجودون في فرنسا في تلك الآونة. نفس الأمر كان في بلجيكيا. أما عندما تتعرض الجمهورية التركية إلى محاولة انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب التركي، هذا بالإضافة إلى استهداف مقدسات الشعب واستشهاد المدنيين، ولكن لم تكن هنالك مواقف واضحة. قمنا بإبعاد الموظفين والضالعين في هذه المحاولة. أما ردود فعلهم كالتالي: نحن قلقون نتيجة اتباعكم لهذه الإجراءات. أقول لهم لتعتنوا بأموركم، نحن نعلم جيدا ما نقوم به لأنكم تعلمون كما أعلم إلى هذا اليوم. دائما كانوا يبحثون عن عبد ينفذ أوامرهم. إننا لن نكون كما لم نكن عبدا لأي أحد، نحن عباد الله سبحانه وتعالى فقط وعباد الحق. ولكن على الرغم من قيام هذه الأمور والحوادث بغض النظر عن مواقف بعض الدول الإسلامية، ولكن بشكل عام لا يمكننا أن نفهم ردود فعل دول العالم الإسلامي. نحن نعلم جيدا هذه الدول و الحسابات التي يقومون بها. سيأتي يوم ويذوقون نفس هذه المرارة. ونعلم جيدا الدول التي تتألم بآلامنا. لا حدود فيزيائية لقلوبنا وأفئدتنا. العلاقات الدبلوماسية الدولية ومجلس الأمم المتحدة، تعلمون جيدا ما تقوم به هذه المنظمات. دائما الجمهورية التركية وفي جميع المنابر والمؤتمرات الدولية قلناها مرارا وتكرارا
إقرارا إلى أن العالم أكبر من 5 دول يحكمون العالم بأكمله، وأن مستقبل العالم لا يمكن أن يكون بين شفاه 5 دول. أيوجد دولة إسلامية بين هذه الدول الخمسة؟ أيوجد تمثيل عادل القارات الموجودة في العالم؟ لا يوجد تقسيم عادل على أي أساس بين هذه الدول الخمسة. هنالك قرابة 1.7 مليار مواطن مسلم، نحن نريد حق. لا يوجد هنالك ممثل عن العالم الإسلامي. نحن الآن نعيش المراحل المعاصرة، وتغير العالم بشكل كبير. يجب أن تكون العدالة والحقوق والمساواة بين الحقوق والمبدأ والأساس الواضح لمثل هذه المنظمات والمجالس. أكررها دائما في جميع المؤتمرات والمنابر الدولية، وسأتبع نفس السياسة في المستقبل. دائما نبرز مواقفنا الواضحة بأننا جنبا إلى جنب مع جميع الشعوب المظلومة ضد الظالمين. أتقوم الدول الكبيرة أيضا بنفس هذه المواقف؟ بالطبع لا. عندما تنظرون إلى حملات الإغاثة والمساعدات التي يقوم بها هذه الدول إلى الشعوب والدول الفقيرة والمظلومة، تأتي الجمهورية التركية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولو قمنا بمقارنة الناتج الإجمالي والميزانية لهذه الدول، فإن الجمهورية التركية تأتي في المرتبة الأولى. أين هي الدول التي يأتي فيها دخل الفرد الوطني قرابة 100,000 دولار؟ لماذا لا تقوم بهذه الحملات لإغاثة ومساعدة الدول الفقيرة والشعوب المظلومة؟ لهم نوايا مغايرة، أنهم يبحثون عن المصالح والمنافع. أين البترول؟ أين الذهب؟ أين المعادن سواء في قارة أفريقيا أو الدول الأخرى؟ إن هذه الدول تعتمد على الثروات الموجودة في الدول الإسلامية. على الرغم من أنهم يقومون بحملات، بأنهم ينتمون إلى دين وقضية واضحة، أنا شخصيا لا أفهم نوايا هذه الدول ولماذا يقومون بهذه الإجراءات. إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: إنما المؤمنون إخوة. لنقوم بتطبيق هذا المبدأ لكي نتلقى الرحمة الواسعة من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نقوم بتقييم أنفسنا. هل نقوم بتطبيق هذا المبدأ والآيات الموجودة في القرآن الكريم؟ الآن يعاني المسلمون والمؤمنون في العالم الإسلامي وفي شتى بقاع العالم. إلى الآن لم نجد الحل الجذري. إذن نحن لا نقوم بتطبيق هذه المبادئ ولا يمكننا انتظار رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما قام به الشعب التركي في إفشال هذه المحاولة هي ملحمة وطنية.
إن مدنيتنا وديننا مبنية على العدالة والمساواة والأخوة والمحبة. متى ما فقدنا هذه المبادئ الأساسية ذهب ديننا وذهب وحدتنا وذهب اتحادنا وقوتنا في العالم الإسلامي. يجب علينا الحفاظ على المبادئ والقيم العليا في هذا الدين. نحن كجمهورية تركية خلال 14 عاما الماضية حققنا قفزات ونجاحات نوعية. قمنا بتقييم كامل لجميع ميراثنا وما نفتخر به من ملاحم وقيم أخلاقية لآبائنا وأجدادنا. وأعتقد بأن العالم الإسلامي يحتاج إلى هذه المبادئ والقيم. نحن كعالم الإسلامي نحتاج إلى القرآن الكريم وسنة نبينا الكريم من أجل تحقيق النجاحات والقفزات النوعية. إن طريق القرآن والسنة الشريفة يعد من أعظم وأعلى الطرق من أجل تحقيق الديمقراطية الموجودة في العالم. إن العالم الإسلامي وقيام هذه القوى بربط الدين الإسلامي بالجهل والإرهاب وشتى الأمور الوحشية والسيئة، هذا ما يعتمده الآخرون. أقول للجميع بأن الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن الوحشية والإرهاب والجهل. أنا أمامكم كعلماء، لا يجب علي التفوه بهذه التعابير، ولكن اسمحوني أن الدين الإسلامي يأتي من السلام وهو دين السلام، ولا يمكن لأي أحد أن يقبل بأن الدين الإسلامي مربوط بالإرهاب، ولا يمكن لأي قوى أو لا تملك أي قوى الحق بربط العالم الإسلامي أو الدين الإسلامي بالإرهاب. وإن من يقوم بربط العالم الإسلامي أو الدين الإسلامي بالإرهاب فهو عدم احترام أو إساءة إلى الدين الإسلامي والعالم الإسلامي. إن تنظيم داعش بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي ويقوم بالاستفادة واستغلال الأجواء الموجودة في العالم الإسلامي من أجل القيام بهذه العمليات الإرهابية. لا يمكننا أن نقف جنبا إلى جنب مع تنظيم داعش الإرهابي أو أي تنظيم إرهابي مشابه لهذا التنظيم، لا يمكننا أن نقوم بدعمه. إن من يقوم بتلفيق الاتهامات وهذه الأكاذيب بالجمهورية التركية هو عار وبعيد عن الصحة، ويقولون بأننا ندعم تنظيم داعش الإرهابي بتقديم الأسلحة له. إن هؤلاء قاموا بتقديم الأسلحة إلى تنظيم داعش وإلى التنظيمات الإرهابية الأخرى. قمنا بتصوير وتوثيق كامل لهذه العمليات ولكن لا أحد يصدقنا. جميع دول العالم الإسلامي، مصر وسوريا والعراق وباكستان، أشبهها بالهلال. إن جميع العمليات
والمؤامرات التي تجري في هذه الدول. نعلم جيدا القوى التي تقوم بهذه العمليات، وأصبحت دول العالم الإسلامي سوقا لتجارة الأسلحة وإحاكة هذه المؤامرات. إنهم يعرفون جيدا كيفية التسويق، أولا يقومون بالدعم ومن ثم يطلبون منكم البترول والمعادن والثروات الباطنية الموجودة لديكم. أريد أن أقول لكم كما لا يمكن لأي أحد الوقوف أمام أشعة الشمس وتخبئتها، لا يمكن لأي أحد أيضا الإساءة إلى ديننا أو عالمنا الإسلامي وربط ديننا الإسلامي بهذه المصطلحات الإرهابية. أقول بأن هذه العمليات التي يقومون بها ضد الدين الإسلامي هو عداوة للدين الإسلامي وكره للدين الإسلامي. لا يمكن أن أشبه هذه العمليات بمصطلحات غير هذه. إن التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وبوكو حرام والتنظيمات الإرهابية الأخرى أيضا قاموا بإنشائها من أجل الإساءة إلى الدين الإسلامي وإلى العالم الإسلامي. نحن نعلم جيدا ما يقوم به هذه التنظيمات الإرهابية وأي القوى الداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية. إنهم يستغلون الأجواء الموجودة في العالم الإسلامي والاستفادة من الجهل والفقر والظلم الموجود في هذا العالم، لأن العالم الإسلامي لا يقوم بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه من أجل الحفاظ على هذه الجغرافيا. تقوم هذه القوى والتنظيمات الإرهابية بإحاكة المؤامرات وتنفيذ هذه المؤامرات بشكل عملي، وجميع الدول في العالم الإسلامي هي بمثابة المختبر لهذه المؤامرات. يجب على العالم الإسلامي والمسلمون أن يكونوا فارسين ويقظين وحذرين. يجب علينا أن نحافظ على تعاوننا وتضامننا ووحدتنا وإفشال هذه المؤامرات، وإلا سوف نجني دائما ثمار هذا الظلم المتبع من الدول الإسلامية على الدول الإسلامية ومن القوى الإسلامية على الشعوب الإسلامية. إنما قام به الشعب التركي في ليلة 15 من تموز إنما هو بمثابة الدرس والعبرة. يجب علينا أخذ الدروس والعبر. أوضع نفسي تحت الدبابات ومقاومة الأسلحة بصدور عارية. أيوجد أعلى من هذه القيام؟ بالطبع لا يمكننا أن نكون خائفين وأن نبعد عن إفشال هذه المؤامرات، إنما سنجني النتائج السلبية. إن هذا التنظيم الإرهابي قد أباح لنفسه العديد من الأمور. لسنوات طويلة كان يخطط ويعمل في هذه الدولة، ومع الأسف كان يعمل في دائرة مغلقة ويعمل بشكل سري. ولكن قبل قرابة السنتين علمنا وعرفنا الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الإرهابي. وليلة 15 من تموز كانت بمثابة الضربة الأخيرة لهذا التنظيم الإرهابي.
إن مجموعة كانوا يلبسون لباس القوات المسلحة التركية ينتمون إلى تنظيم فتح الله جولان الخائن قاموا بهذه المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة ضد الجمهورية التركية وقاموا بقصف مبنى هيئة الأركان والقصر الجمهوري ومجلس الأمة التركي ومراكز قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تطويق جسر بوغازيتشي في إسطنبول. لقد استشهد 53 فردا من قوى الأمن الداخلي، هذا بالإضافة إلى 39 مواطنا آخر على جسر البوسفور، وفي العديد من المناطق الأخرى 240 شهيدا كانت حصيلة إفشال هذه المحاولة. وكانت جثة إحدى أخواتنا قد انقسمت إلى قسمين باستخدام هؤلاء الخونة للمدرعات، هذا بالإضافة إلى قيام أحد الأبطال الشباب بوضع نفسه تحت الدبابة لينقذ منها ليضع نفسه مرة أخرى تحت دبابة أخرى. هذا هو الإيمان بحد ذاته. هذه أول مرة في تاريخنا يقصف مجلس الأمة التركي والذي يمثل إرادة شعبنا من قبل هؤلاء الخونة. أما الدول الغربية يتحدث عن الديمقراطية، أقول لهم عن أي ديمقراطية تتحدثون؟ في ألمانيا هنالك مظاهرة وتجمع الديمقراطية والشهداء. إخوتنا في تلك المدينة و يقومون بمراجعة الدوائر الحكومية من أجل انضمام عبر اتصال بالمشاركة في هذا التجمع، ولكن يرفضون. وخلال ساعتين أيضا تقوم المحكمة الدستورية أيضا برفض اشتراكي في هذا التجمع عبر اتصال هاتفي. أما قبل سنتين فيعطون الإذن لقادة تنظيم PKK الإرهابي بالمشاركة عبر اتصال هاتفي في تجمع قام به هذا التنظيم. قمت بتسليم 4000 ملفا حول الإرهابيين إلى السلطات في ألمانيا، وعند سؤالي للمستشارة قالت تلقينا 500 ملف آخر، وقالت لنا بأننا لا يوجد هنالك سلطة لنا على السلك القضائي. أما خلال ساعتين فيصدرون حكما وبأقصى سرعة من أجل إلغاء اشتراكي إلى هذا في هذا التجمع مع مواطنينا. إن شئتم أم أبيتم سنقول الحق دائما كما قلناه في الماضي. في الحادثة الأخيرة والتي سبقتها عشرات من الحوادث المأساوية، أتمنى أن تكون وسيلة خير وسلام على عالمنا الإسلامي. إن فتح الله جولان و
منذ 40 عاما كان يستخدم الدين الإسلامي في القيام بهذه الأعمال الآسرية. الآن كشف الآقينة وبدأ الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الإرهابي بالظهور. إنهم قاموا بسيل دماء مواطنين الأبرياء وقاموا باتباع جميع الوسائل القذرة. أقول للجميع بأن هذا التنظيم الإرهابي لا يشكل تهديدا وخطرا على الجمهورية التركية فقط، وإنما هو خطر وتهديد في جميع الدول التي يعمل بها. أقول لكم يجب عليكم أن تقوموا بإغلاق جميع المؤسسات والدوائر والأوقاف والجمعيات العائدة إلى هذا التنظيم بأقصى سرعة، لأنهم يمثلون تنظيما إرهابي وسوف تلدغون من هذا التنظيم إن لم تغلقوا الدوائر والأوقاف والدوائر العائدة إلى هذا التنظيم. لا نتمنى أن تعيش الدول الحليفة والصديقة والشقيقة لنا التجربة المريرة التي عاشتها الجمهورية التركية. إنني أشبه هذا التنظيم الإرهابي بمثابة الورم الخبيث في جسد الإنسان. دائما نعطي المعلومات الاستخبارية ومعلومات كاملة عن هذه التنظيمات الإرهابية لجميع حلفائنا وأشقائنا في شتى بقاع الأرض. وهنالك بعض الدول التي قامت باتخاذ التدابير والاحتياطات ضد هذا التنظيم. يجب عليكم أن تفهموا جيدا، يجب عليكم قطع رأس الأفعى وهو صغيرا. أي خطوة مبكرة ضد تنظيم فتح الله جولان الخائن هو الحل المبكر للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وهذا الورم الخبيث في دولتكم. طلبت من الرئيس أوباما أيضا طلب منا تقديم أدلة وإثباتات وبراهين لتورط هذا التنظيم في هذه المحاولة. قمنا بإرسال 85 ملفا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما زلنا نقوم بإرسال العديد من الملفات الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقييمها. أنادي جميع الدول الشقيقة والحليفة بأننا مستعدون وجاهزون من أجل التعاون معكم للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي. نقول للولايات المتحدة الأمريكية: ألسنا حليف فين استراتيجيين؟ أليست اتفاقية تسليم الإرهابيين موجودة بيننا؟ عندما طلبتم منا تسليم الإرهابيين أطلبنا منكم تقديم الأدلة والبراهين؟ ألم نقدم مباشرة وبأقصى سرعة الإرهابيين الذين تم الطلب منكم الآن؟ نحن نطلب منكم هذا الطلب، وإلى الآن ما زلنا نقدم لكم جميع الإرهابيين الذين تطلبونهم. الآن أدعو الجميع إلى أن يكونوا صادقين. الحلفاء الاستراتيجيين يجب عليهم أن يقوموا بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل الدول الحليفة لها في الأوامر في الأمور الصعيبة. نطلب منكم أيضا التعاون والتضامن، لأن القيمة العليا عندما نخدم بعضنا في الأوقات الصعيبة.
إن مكافحة تنظيم فتح الله جولان الخائن ليس واجبا ومهمة ملقاة على الجمهورية التركية فقط، إنما هو واجب ومهمة ملقاة على جميع العلماء وعلى جميع الدول الإسلامية من أجل إنقاذ البشرية من هذا التنظيم الإرهابي. تعلمون جيدا بأن لا فرق بين تنظيم فتح الله جولان الخائن والتنظيمات الإرهابية الأخرى الموجودة، على العكس تماما، إن تنظيم فتح الله جولان الخائن الإرهابي هو أشد التنظيمات الإرهابية خطرا، ويشكل وصمة عار على الدين الإسلامي. إن الله سبحانه وتعالى فقط هو أقرب إلينا من حبل الوريد. إن هذا التنظيم الإرهابي يقوم باستخدام هذه العبارة بأنهم قريبون إلى الإنسان من حبل الوريد، أي هو شرك واضح وعبارة شركية واضحة يتبناها هذا التنظيم الإرهابي. يجب علينا أن نضحي بأنفسنا من أجل عدم إعطاء هذا التنظيم الإرهابي لتنفيذ هذه المؤامرات. إن هذا الواجب والمهمة ملقاة على عاتقنا. مكافحة التنظيم الإرهابي وزعيمه فتح الله جولان الخائن، إن الاتحاد والتعاون والتضامن إذا ما تم تحقيقه بين دول العالم الإسلامي فلا يمكن لأي قوة أن تنتصر علينا. بهذه الوسيلة أشكر جميع المواقف المبشرة والتي وقفتم جنبا إلى جنب معنا ومع شعبنا ومع دولتنا. أشكركم فردا فردا، وأتمنى أن ترسلوا سلامي وتحياتي إلى شعوبكم ودولكم، وأشكر جميع القائمين على تنظيم هذا اللقاء. أترككم بأمان الله وأتمنى السلام لكم. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız siz değerli kıymetli misafirlerimize polinde bizzat uğurlayacaktır. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederiz.